اتخذت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر بالقصر الجمهوري بالقبة. وقد ناقش الرئيس في هذا الاجتماع الخطة الخمسية الزراعية تفصيليا. كما بحث في هذا الاجتماع محصول القطن وزراعته وتصديره، ودرس بصفة تفصيلية استغلال الخامات المعدنية والبحث عن المعادن في أراضي الجمهورية. وكذلك بحث موضوع النهوض بمحصول الذرة هذا العام. كما تمت مناقشة تركيب المحصول الزراعي في العام القادم، وكذلك خطة التسميد الزراعي وسياسة الري والصرف. كما بحث تنظيم الإنتاج الزراعي، وتقرر أن يتم في السنة القادمة في 6 محافظات أخرى، وهي الغربية والمنوفية والقليوبية والمنيا والبحيرة.